نعم، كما ذكرت سلسلة غارات عنيفة استهدفت منطقة الضاحية الجنوبية لبيروت مساء اليوم، إذ تم استهداف منطقتي الحدث وحارة تحريك بعد سلسلة انذارات أصدرها المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدروي على منصة أكس، وحدد مبان في مناطق الحدث وبرج البراجنة وحارة تحريك، وطلب من السكان بالابتعاد مسافة لا تقل 500 متر عن هذه المباني المحددة. ويعني بعد هذه الانذارات أو التحذيرات بحوالي النصف ساعة، صدرت غارة تحذيرية بداية على منطقة الحدث، وتم استهداف منطقة الحدث بغارة جدا عنيفة، والمبنى المستهدف هو قريب جدا من الجامعة اللبنانية في منطقة الحدث. وبعدها يعني كان هناك غارة تحذيرية على حارة تحريك، لتأتي بعدها غارة عنيفة تستهدف حارة تحريك، ولازالت أعمدة الدخان تتصاعد من المنطقتين المستهدفتين حتى الآن، ما يدل على حجم الدمار الذي خلفته هذه الغارة وقوة الغارة التي استهدفت هذه المباني. وتجدر الإشارة أن هذه المباني جميعها مبانا سكنية، ويعني سمعنا قبل هذه الغارات صوت إطلاق رصاص كثيف في محاولة لإبعاد السكان أو السكان المتواجدين في منازلهم الآن، يعني كون بعض السكان عادوا إلى منازلهم التي يعني ليست آمنة، لكن ليس لديهم مكان آخر يأويهم، لذلك تأتي هذه طلقات الرصاص لإبعاد السكان، ويعني في دعوة لمغادرة منازلهم. وبالطبع يعني هناك زحمة سير على الطرقات جراء السكان الذين غادروا منازلهم بحثا عن مكان آمن بعيدا عن الضاحية الجنوبية لبيروت. يعني لا نعلم إن كان هناك أي مكان آمن في بيروت بعد الآن، بعد الاستهدافات التي نشهدها في الآونة الأخيرة، وخصوصا الاستهدافات التي تأتي بدون أي انذار وهي بعيدة عن الضاحية الجنوبية لبيروت. اليوم أتت الغارات أو الانذارات بعد الهدوء الذي دام يوم كامل، يعني يوم أمس كان هناك هدوء كامل يخيم على الضاحية الجنوبية لبيروت بعد استهدافات يوم الأربعاء التي كانت أيضا عنيفة وخلفت دمار كبير في الضاحية الجنوبية لبيروت وهدمت مبان سكنية بشكل كامل. طبعا ليس هناك حتى الآن لم يتم الحديث عن أي إصابات أو ليس هناك يعني أي جرحى أو شهداء، لأنه صدر قبلها سلسلة انذارات ما دفع السكان بمغادرة منازلهم خوفا من الغارات الإسرائيلية التي استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت ولا تزال تستهدفها حتى هذه اللحظة. وتجدر الإشارة أن الغارات اليوم على الضاحية الجنوبية لبيروت يعني تأتي بالتزامن مع الغارات التي صدرت أو الصواريخ التي أطلقت من لبنان على وسط إسرائيل. من الممكن أن تكون ردة فعل على هذه الغارات، يعني لتأتي اليوم ليأتي اليوم الجيش الإسرائيلي يستهدف الضاحية الجنوبية لمدينة بيروت. حتى الآن لم يتم استهداف منطقة برج البراجنة حتى هذه اللحظة، يعني بعد الانذارات التي نشرها على منطقة برج البراجنة لا نعلم إن كان استهدف جميع أهداف المحددة في منطقة الحدث أو حارة تحريك، لأننا يعني بعيدون عن هذه المناطق ولسنا على الأرض، لذلك لا يمكن معرفة إن كان تم استهداف جميع هذه المباني، وليس يعني هناك سكان بالقرب من هذه المنطقة، جميعهم غادروا بحثا عن أماكن آمنة بعيدة عن آلة القصف الإسرائيلية التي تطال منازلهم وتطال المدنيين الذين يسكنون داخل منازلهم في مساء اليوم. نعم، هذه كانت يعني أبرز ما حصل الليلة في الضاحية الجنوبية لبيروت. وبالطبع يعني هناك بعض انذارات لم تنفذ، لذلك من المتوقع أن تتواصل الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت لتطال الأهداف المحددة الباقية على الخرائط التي نشرت على منصة أكس.